أشاد السياسيون وبرلمانيون بمواقف ومناقب الشهيد الشيخ ربيش علي وهبان العلي. كتب الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر عضو مجلس النواب قائلا: هنيئا لك أن تلقى الله شهيدا مقبلا غير مدبرا في أشرف مواطن الدفاع عن الوطن والدين. وأضاف: نسأل الله عز وجل أن يتقبلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يلحقنا بك. أما وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان فقد كتب على صفحتي في فيسبوك: إن الشهيد نبت على هذه الأرض في سبتمبر 1962 وغادر شهيدا في سبتمبر 2020. وأضاف: عضو مجلس النواب الشهيد والصديق ربيش علي وهبان العلي رحمة الله عليه شيخ الحيمتين يلتحف الجمهورية ويغادر شهيدا. فيما قال عضو مجلس النواب وعضو الكتلة البرلمانية للإصلاح النائب علي عشال: منذ التقيت به في البرلمان لا أعرف إلا رجلا يتوقد حماسة في منافحة الباطل. وأضاف: وطول السنوات الخمس الماضية ظل مرابطا في ساحات الشرف دفاعا عن الجمهورية ومشروعها الوطني ومقاوما لقوى التمرد والانقلاب الحوثية، صدق مع الله فاختاره الله إلى جواره. أما وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد عيضة شبيبة كتب في استشهاد الشيخ بأنه من صفوة الرجال وأحد أقيال اليمن الكبار يلقى ربه شهيداً اليوم في بداية إطلالة شهر سبتمبر المجيد أثناء قيادته للحرب في جبهة المخدرة ضد الإمامة في نسختها الثانية. وأضاف: رحم الله هذا القائد الصادق وأسكنه فسيح جناته وأخلف على الوطن بخير، عزائي لأهله وقبائله وللجيش ولكل اليمنيين الأحرار. أما مدير دائرة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني سابقاً اللواء محسن خسروف كتب: ناعياً رحيل الشيخ المقاتل المجيد الشجاع من أجل الوطن، التوافق إلى عودة الدولة والتعايش والمواطنة المتساوية، نجح بامتياز في الارتقاء إلى رب العرش العظيم الفاطر للسماوات والأرض وفاطر الناس على الحرية وحق الاختيار. وأضاف اللواء خسروف: لقد اختار فارسنا المقدام درب الحرية والنضال في صفوف المقاومة الشعبية، رديف الجيش الوطني الأكبر، حامي حمى الوطن والدولة الشرعية من أجل وطن يمني حر مستقل كامل السيادة والمواطنة المتساوية. في صفحته على تويتر وصف أمين عام حزب الرشاد الدكتور عبد الوهاب الحميقاني الشهيد بالبطل وأنه كان أحد هامات وعمائم اليمن الأحرار، ورحل بعد صولات وجولات بطولية سياسية وميدانية في مقارعة الظلم والاستبداد وميليشيات الكهنوت الطائفي الإمامي الحوثي. البرلماني شوقي القاضي كتب: عقود من النضال توجها بشهادة استثنائية في ظرف استثنائي ومعركة استثنائية أيضا، وإنها لخسارة أليمة وفادحة. وأضاف: غير أن ما يخفف وطأة الفاجعة أنها جاءت فداء لملحمة تاريخية يسطرها اليمنيون منذ أعوام لاستعادة دولتهم المفقودة وجمهوريتهم التي يحاول أوباش الكهنوت مصادرتها. أما النائب عبد الوهاب معوضة فكتب في صفحته على تويتر: على مثل كفل تبكي البواكي، رحم الله الشيخ البطل الشهيد ربيش علي وهبان العلي عضو مجلس النواب الذي لقى ربه وهو يتصدى لقوى الكهنوت السلالي في جبهة المخدرة، نسأل الله له الفردوس الأعلى من الجنة ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.